أفضل مهارات نيمار المذهلة والتي سخر بها من منافسيه. إن المهارة لهي شيء عظيم ومذهل والتي تجعل مشجعي كرة القدم يستمتعون باللعبة، ولكن عند الحديث عن السخرية من المنافسين بتلك المهارات قد يعتبرها البعض أمراً غير أخلاقياً، ولكن البعض الآخر قد يعتبرها شيئاً مثيراً ولافتاً للنظر وحقاً مشروعاً لمن يمتلك تلك المهارات. لذا سوف نستعرض لكم بعضاً من مهارات نيمار المثيرة للجدل والتي سخر بها من منافسيه، وقد جعل ذلك بعضاً من منافسيه يخرجون عن شعورهم. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسى الاشتراك بقناتنا شبكة رادار سبورت وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. المرور من 4 لاعبين، نعم إنه أمر سهل بالنسبة لنيمار، المرور من 3 لاعبين بمهارة عالية جدا، رفع الكرة من فوق اللاعب وتمريرها لزميله، استلام الكرة بالظهر شيء عاد بالنسبة لنيمار، نيمار لا يحرز الأهداف بشكل طبيعي كباقي اللاعبين، وإنما ينتظر دخول اللاعبين عليه لكي يراوغهم أولاً. لا أحد يستطيع أخذ الكرة من نيمار، في هذه الكرة نيمار يتظاهر بتصويب الكرة ولكن بسخرية يموه مما يغضب المنافس، المرور من لاعبين بمهارة واحدة، بهذه المهارات يعاقب نيمار اللاعبين الذين يريدون عرقلته، التخلص من لاعبين بهذا الشكل الرائع، هذه المهارة لا يقوم بها إلا محترف حقا، ما نسميه بالعجلة يفعلها نيمار بشيء من السخرية من منافسه، شيء مذهل مرة أخرى بالكرة بين أقدام اللاعبين، تمويهات مثيرة من نيمار، وهذه المهارة المذهلة أيضا، استعراض نيمار والسخرية من منافسه بتلك المهارة، من بين 4 لاعبين يحاول المرور،
نيمار يمرر الكرة ووجهه في الجانب المعاكس بشيء من السخرية. التحصل على ركلة جزاء بشكل أكثر من رائع. نيمار لا يكل ولا يمل من إحراج منافسيه. انظر إلى تلك المهارة المذهلة. يا للسخرية، الكرة تمر بين أقدام اللاعب. حتى عند سقوط نيمار لا أحد يستطيع أخذها. تمريرة هوائية رائعة من نيمار. استلام الكرة بباطن القدم. كرة مرفوعة مرة أخرى من فوق المنافس. رفع الكرة بشيء من السخرية من نيمار. التظاهر بركل الكرة ومرة أخرى يثير غضب منافسه. التخلص من الضغط بشكل أكثر من رائع. نيمار يذهل حتى منافسه ويجعله يقف متعجب. نيمار لا يرحم حتى صديقه كافاني.
في النهاية، إن أعجبك هذا الفيديو من قناة شبكة رادار سبورت، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.